مرحبا بنات، شلونكم؟ طبعا معروف من العنوان فيديو اليوم راح نتكلم بيه شلون ممكن تعرفين المكياج اصلي او مغشوش قبل لا تشتريه بعدة خطوات بسيطة. الخطوات راح تساعدك بعد ما تنغشين ابدا من قبل البائعين، فاذا حابة تشوفين هاي الخطوات خليك متابعة وياي. واول خطوة هي ننزل ونحمل برنامج الامازون. برنامج الامازون هو برنامج للتسوق الالكتروني والطلب اونلاين او عبر الانترنت. البرنامج موجود بسوق جوجل بلاي. حملي ونزلي على هاتفك المحمول. ليش ننزل موقع امازون؟ موقع امازون هو موقع متخصص بالبيع، واغلب البائعين على الامازون هم الشركة الرئيسية، وفي حال ما كانت الشركة الرئيسية فرح يكون بائع ثاني. البائع غير مسموح إلى يبيع على الأمازون إذا ما كان عنده رخصة، الرخصة مصدقة ومثبتة أنه هو مشتري هذا المنتج من الشركة الرئيسية. بعد ما يكون عنده الرخصة أو الفاتورة يقدم هاي الأوراق إلى الأمازون. موقع أمازون رح يدرس الموضوع، وإذا تأكد أنه هو صح مشتري هذا المنتج من هاي الشركة رح يسمح له أنه يبيعه على موقع أمازون. فبهي الحالة رح نتأكد 100% انه هذا المنتج المبيوع على موقع امازون هو منتج اصلي. في اغلب الاحيان مرات انه الشخص ها صح يكون عنده فاتورة اصلية بكمية محددة، بس بعد ما تخلص هالكمية يبدي ينزل منتجات مغشوشة. انا ايضا رح اعلمكم شلون رح نكتشف انه هذا المنتج مغشوش، وشن هي الطرق اللي ساعدنا انه نكتشف انه هاي البضاعة الموجودة هي مغشوشة. خليكم متابعين وياي. لنفرض مثلا انه انت شفتي هذا المنتج وحبيت تشتري، بس ما متأكدة اذا هذا كان مغشوش او اصلي. شو لازم نسوي؟ تاخذين المنتج، تروحين على الباركود. هذا هو الباركود. تاخذين موبايلك، تفتحين موقع امازون، تروحين على السكان. السكان تكون هنا موجودة. تعملين السكان، رح يطلع هذا المنتج على موقع امازون. فورا تقرين الريفيو او الريفيو اللي موجود، تشوفين كم نجمة هذا المنتج، بعدين تنزلين على التعليقات وعلى الكومنتات اللي الناس كاتبتها بخصوص هذا المنتج. طبعا حيكون الناس حاطين كل واحد تجربته، حاطت صورة للمنتج اذا كانت نوعيته مو زينة، رح يكاتبين انه هذا المنتج مغشوش او فيك، او هذا المنتج لا تشترون not authentic او اثلنتك. هاي الطريقة راح يبين معاك انه هذا المنتج مغشوش او اصلي. اما لو نجي لهذا المنتج الاصلي، انا متأكدة انه هو اصلي واعرفه اصلي لانه اشتريته من الموقع الرئيسي، بس راح اعطيكم مثال. هم تساوين الى اسكان للباركود وتشوفي على موقع امازون، راح تشوفين التقييم مالته انه النجوم فول، والناس كاتبة تجربتهم انه هذا المنتج حلو، جربته واستعملوه، منتج اتلانتيك، انصحكم به. هاي الطريقة تتأكدين انه هذا الباركود او هذا المنتج انه منتج اصلي. الطريقة الثانية هي طريقة الباتش كود او البين كود. بالعادة هذا الرقم يكون موجود على العلبة. في حال ما كان هذا الرقم موجود، معناته انه هاي العلبة او هذا المنتج هو منتج مغشوش. الخطوة الثالثة هي الباكينجينج او التغليف. نلاحظ انه اغلب المنتجات المغشوشة يجي التغليف او العلبة للمنتج المغشوش، يعني مصممة بشكل رديء غير مطابق للمواصفات، الباكج جدا رخيص. فننتبه وتشوفون الفرق، انه تقولون مثلا انه هذه الماركة هي ماركة عالمية او اصلية، منتجاتها غالية بالنسبة للسعر، ليش انه هذا الباكج انه هيك شكله او موديله يعني مثير للشك، يعني ما اتصور انه هاي الشركة تساوي هيك الشغلة، انه بنوعية او باكج جاي جدا رديء، يعني تنتبهون انتو من هالناحية همين. ولما نجي نشوف الفرق بين المنتجين من ناحية الباكج او التغليف، المنتج الاصلي تشوفون انه منتج مرتب، الكتابة واضحة، الاسم واضح، كل شيء مرتب بالسطور. اما المنتج المغشوش
مساويها بطريقة مبهذلة سريعة، مو مهتم للمنتج ولا لرأي العالم، مجرد مساوي المنتج ومنتظر يبيعه. من ضمن أيضا الملاحظات، نلاحظ الكتابة اللي موجودة على العلبة أو على المنتج، راح نشوفها أنه هاي الكتابة مثيرة للشك، أنه هاش مكتوب، أنه ما أتصور أنه هاي الشركة العالمية أنه مسوية هيك منتج. الكتابة مختلفة، الكتابة غير واضحة، الكتابة غير مرتبة، شوفوا الكلام مخربط. فهذا أيضا شيء مثير للشك، لازم تنتبهوا عليه. في ملاحظة، مرات تصدف انه انت تسوين بحث على الامازون، هذا المنتج ما يكون موجود او ما يطلع عندك بالبحث، مو معناته انه هذا المنتج مغشوش، لا، مرات تصدف انه هذا المنتج انه خلاص انه صار out of stock، لان هذا المنتج يكون اما limited edition لفترة محدودة، او انه خلاص البائع خلصت الكمية اللي كان محطوطة للبيع وما ظل عنده شيء للبيع موجود عنده بالستور. طبعا ملاحظات بسيطة ممكن ايضا تنتبهون عليها، بعض المنتجات المغشوشة تكون ريحتها ريحة كيميكال او مواد كيميائية، ريحتها تختلف عن ريحة المنتجات الاصلية، الاصلية اما تجي بدون ريحة او حاطين فيها نوع من انواع العطور. ننتبه ايضا من ناحية النوعية والجودة، يعني لما تشوفين هذا المنتج افتحيه جربي على ايدك، شوفي نوعيته، شوفي الجودة مالته، انه يستحق هذا السعر اني اشتري او لا، لان مرات تشترين شغلة تكون جودتها ونوعيتها رديئة، فمبين انه تقولين معقولة انه هاي الشركة تساوي هيج منتج، انه صناعته او الكواليتي مالته رديء. ما ايضا هاي راح تعرفين انه هذا المنتج هو منتج مغشوش. من ضمن الملاحظات هي ملاحظة السعر، فرضا في حال كنتي شايفة هذا البالت او هاي العلبة موجودة بالموقع الرئيسي بسعر $50 وانتي لقيتيها بهذا المكان يبيعوها $10، هاي معناته انه هذا المنتج مغشوش. حتى لو كانت الشركة الرئيسية مساوية حسم على هذه المنتجات، ما راح تنزل أكثر من 50% من الحسم. ولهنا حبيباتي يخلص الفيديو، وإن شاء الله يا ربي كانت هاي الخطوات سهلة وبسيطة عليكم لحتى تستفادون منها، وإذا طبقتوها إن شاء الله بعد ما حتغشكم أبدا. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن تركوا لي تعليق وإن شاء الله أجاوب على الكل، أو ممكن تتواصلوا وياي على الانستغرام، ولا تنسوا اللايك والشير لحتى تستفاد أكبر كمية من البنات وما حد يغشهم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لو كنتم ما مشتركين، وإن شاء الله أشوفكم فيديو ثاني. مع السلامة.